دكتور، يعني لو قلنا تكلفه علاج مريض سرطان الكبد بتكلف الدوله حوالي قد ايه يا دكتور؟ والله يا فندم طبعا حضرتك عارفه كل الاورام ليها مراحل، يعني كل مرض كل مكان مبكر طبعا، مرحله كل صفر اللي هو الورم في مكانه، مرحله واحد واثنين وثلاثه واربعه حسب انتشار المرض. كل ما مرحله من دول بتزيد كل ما التكلفه بتزيد جدا. هناك ادويه حديثه لعلاج الاورام الحقيقه مكلفه جدا وسعرها مرتفع جدا. وعلى التوازي غير حكايه التكلفه للدوله او للمريض او للنظام الصحي او للتامين الصحي، المعاناه اللي بيعاني منها المريض واسرته نتيجه لهذا المرض ونتيجه لرعاياته ومراحله المختلفه. فالحقيقه هو العائد اقتصاديا وايضا على المريض واسرته ايوه، وعلى المجتمع، لان هذا المريض طبعا في مراحل المرض المختلفه سواء بيعمل عمل خاص او عمل في اي مكان بيبقى قدرته على العمل حقيقه قليله جدا. فكل دي عوامل بيستفاد منها في الكشف المبكر، منها زي ما حضرتك قلت الجانب الاقتصادي، لكن في مراحل معينه من المرض تحديد الاجابه على حضرتك بتبقى التكلفه عاليه جدا. طب دكتور عوض، يعني انا عارف ان علشان تكشف على يعني اورام معينه في القولون غير لما تكشف عنها في البروستاتا، غير لما تكشف عنها في الرئه، يعني المبادره دي بخش بكشف على كل مسببات الاورام او دلالات الاورام زي ما بيقولوا، ولا انا ببقى بشتبه في حاجه معينه وبعمل كده؟ شوف سيادتك، سؤال مهم جدا واهم جدا. كل مرض من دول له طرق لاكتشاف المبكر بالظبط، كل واحد منهم حسب نوع المرض. يعني مثلا اديك مثلا على سرطان الثدي في فحص مباشر، ويمكن وبعدين في اشعاعات بتتعمل، وبعدين في عينات بتتاخد، كل واحد ليه مراحل. نيجي للرئه، في اشعه بتتعمل، في اعراض اللي بيشتكي منها المريض، قد نحتاج نعمل منظار للرئه او ناخد عينات. القولون بيتعمل منظار على القولون، والكبد بيتعمل اشعاعات ثم عينات. فكل واحد من دول له طريقه. البروستاتا بيتعمل اللي هو بعض التحاليل الكيماويه البي اس اي عشان نشوف مستوى ارتفع ولا في الحدود الطبيعيه. فزي ما حضرتك قلت في اشعاعات، في فحص اكلينيكي، في مناظير، في دلائل اورام. هو السؤال اللي كنت حضرتك بتقصد بيه ازاي في وقت واحد نقدر نشوف كل الحاجات دي؟ بالظبط كده. السكريننج ان انت ما بتشوف عدد معين، يعني مثلا انت سرطان الرئه ممكن يجي في سن معينه اللي هي السن اللي فيها المرض اكثر انتشارا. هذا لا يمنع انه في اعمار اخرى ممكن يجي. فايه هو التارجت بتاعك للمجموعه اللي انت محتاجها مثلا عشان تكشف على سرطان الرئه؟ ناخد المدخنين، بما ان سرطان الرئه اكثر انتشارا في المدخنين فناخد فئه المدخنين، وفي سن معينه بتعمل نوع من الدراسه الكلينيكيه انك تاخد هذه المجموعه وتفحصها في المنطقه اللي انت تعمل فيها سكريننج على هذا المرض. زي بالظبط ما حصل في الكشف المبكر عن اورام الثدي، تفحص ملايين وطلع منهم مثلا عدد معين، صحيح، حوالي 140 ألف حالة في مراحل مبكرة اتعمل لهم اللازم، وكانت نتيجة ناجحة جدا للغاية.